في يوم من الأيام رن صاحبي وقال جاي لك جواب، عايز أحكي وارتاح عشان أقدر أنام. جالي صاحبي وفضل يحكي عن حالته اللي زي حالتي تمام. بيقول لي إيه؟ شفت حبيبتي من يومين ومن ساعتها قلبي هاج زي موج البحر لما يستهدف سفينة. قلبي صار من كتر النار الجايدة في حطانه القديمة. فضل يحكي ويتكلم وأنا أسمع وأتألم، من الأصل والصورة. فضل يحكي ويتكلم وأنا قلبي يزيد في غليانه، من قلبي على فحم مولع محطوط ومنسي على ناره لما نجد دمه. واه يا قلبي يا محروق ياللي موعود بالجروح ونسف الدم والأنين، لو بالكلام ترتاح أقول وأغني، لكن الألم محفور ومستني. مستني إيه تاني؟ هفضل أنا أسأل عشان تروح مني يا ألم ياللي آسرني. خلص الكلام فجأة، مستني أقول كلمة، هو ارتاح بخروج كلامه زاد ألامي. من الأصل والصورة، لو بالكلام ترتاح قول وأنا أسمع، لو تطيب جرح القلوب قول وأنا أسمع، لكن أنا جرحي محفور في جدرانه، مهما أقول وأحكي النار تزيد في غليانه. يا قلبي يا مدفون، قدرك تعيش مهموم وبتعاني، الكل لي لحظة يعيشها مرتاح وانت شكلك هاوي الجراح. وهو يحكي ويتكلم وانا اسمع واتألم.